السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا. حبايبي، اليوم الفيديو رح يشرح عن موضوع اذا انت حدا بالقناة عندك اخذ فيديو من عندك بالقناة وعارضه عنده بالقناة وعم يستخدم الفيديو تبعك اللي انت عامله عنده بالقناة، تمام؟ فانت بدك تطلب منه لهذا الشخص انه يزيل هذا الفيديو من عنده على القناة لانه هذا الفيديو هو الك، تمام؟ فرح نشرح اليوم الطريقة كيف تقدم طلب انك طالب شخص بإزالة فيديو، تمام؟ هلا في طريقتين رح لكم ياهن هلا، شرح لكم ياهن هلا نشوفهم سوا، تمام؟ في طريقة بإمكانك انك انت تضره وتأذيه للزلمة، تمام؟ يجي انذار على قناته ويعمل له مشاكل، وفي طريقة تانية انك انك انت ما تأذي للزلمة، تبعت له بس اشعار انه قيم الفيديو من عندك خلال 7 ايام، ما قاموا اليوتيوب بيشيلوا، تمام؟ قبل ما نبلش الله يخليكم اللي عم يشوفوا الفيديو اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات والناس تستفيد من شيء راح اشرحه، تمام؟ يلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا اول شيء رح نفوت على القناه تبعنا، نفوت على جوجل كروم، نفتح هاي القناه تبعي، نقول له تخصيص، عم يفتح هلا القناه عندي، تمام. هلا بعد ما فتح عندي هون القناه نحن بدنا نعرف انه اذا حدا اخذ فيديوهات من عندي من القناه، فبنكبس على هاي الاشاره تبعت سيت تبع حقوق النشر، تفرجوا. هلا انا في عندي شخص اخذ فيديو من عندي من القناه وناشره عنده بالقناه تبعه، تمام. فانا هلا بدي ابعث له طلب انه يزيل هذا الفيديو. انا ما راح اذيه بصراحه، ما راح اذيه، ما بنحب الاذى ولا بنحب نضر حدا. راح ابعث له، هو ما بيعرف قناته، انا شفتها قناته جديده ولسه ما بيعرف هاي الامور شكله. فانا راح ابعث له انذار انه اذا سمحت شيل الفيديو من عندك لانه هذا الفيديو تبعي، تمام. كيف راح نبعث انذار؟ بنكبس على هون إشارة صح، شوفوا بعد ما كبسنا إشارة صح أعطانا هون أرشفة طلب إزالة التواصل مع القناة. أنت إذا حابب تتواصل مع القناة وتقول له حبيبي شيل الفيديو من عندك بدون ما تبعت له مشاكل قصص، تتواصل معه من هون. بدك تبعت له طلب إزالة، بتكبس على طلب إزالة، نقول له طلب إزالة. هلأ فتحنا على هاي الصفحة، هاي الصفحة شو عم يقول لك هون؟ أول شيء الطلب بإسمك، قناة منوعات تعليمية، تمام. هاي حاطين هون منزل هو عندي فيديو اللي انا عامله كيفية تصدر نتائج البحث في اليوتيوب وجوجل باحترافية 2021. انا شارح بهذا الفيديو انه كيف تحسن تخلي الفيديوهات تبعك تتصدر البحث باليوتيوب، تمام. فنحن شو هنقول له هون؟ ننزل لتحت، كاتب لك هون الطرف المعني، مين صاحب الطلب؟ انا شخصيا او شركتي او مؤسستي او موكلي. حقلت له انا شخصيا، انا صاحب القناة، تمام. هلا عنا هون مكتوب العلاقة بالمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، المطلوب مين؟ مالك المحتوى، مالك المحتوى اللي هو أنا، تمام؟ بنحط عليها هون مالك المحتوى. طيب بننزل على اللي بعدها، اسم مالك الحقوق، بنحط له الاسم اللي هو اسمي. هلا أنا هون حطيت الاسم تبعي، تمام؟ هون حطيت اسمي أنا صاحب القناة. هلا هون عم يقول لك البلد اللي انت موجود فيها، حط له البلد اللي انت موجود فيها، وين انت موجود بتحط له، حط له المانيا. بعد ما حطينا له على المانيا عم يقول لك هون حط عنوان الشارع تبع عنوانك، هون بنكون حطينا العنوان. تحت عم يقول لك المدينه اللي انت موجود فيها، بنحط كمان المدينه. بعد ما حطينا المدينه كمان، هلا هون عم يقول لك حيبعت هو من الايميل تبعك اللي هو ايميل قناتك اللي بيطلب لشركة اليوتيوب، تمام. تحت عنا هون عم يقول لك الولاية المقاطعة، بتحط له المدينة تبعك كمان، ترجع مرة تانية. بعد ما حطينا المدينة هون، هون عم يقول لك هلا على اليسار حط الرمز المدينة تبعك. كل بلد وكل مدينة فيها رمز، يلي ما بيعرف وين شو هو الرمز تبع مدينته بامكانك تفوت على جوجل تحط اسم مدينتك، تكتب مثلا بحث عن رمز مدينة دمشق مثلا، تمام؟ تحط عليه بقوم يعطوك اياها بجوجل. انا رح احط رمز المدينة تبع اللي انا فيها هلا،
هون هلا بنكون حطينا رمز المدينه اللي انا موجود فيها. تمام، هلا شوفوا النقطه المهمه يلي حقلكم عليها هون هلا تحت. النقطه المهمه بهاد هون عم يقول لك وقت ازاله الفيديو المستهدف. هون في عندك خيارين، تمام، عندك الخيار الاول وقت إزالة الفيديوهات المستهدفة، شكوى مجدولة إرسال إشعار قبل 7 أيام. تمام، يعني إنه هون بهذا الخيار إنه تبعت له إشعار إنه لازم خلال 7 أيام إنه يشيل هذا الفيديو من عنده بالقناة. تمام، يعني هذا الخيار ما في ضرر للشخص. تمام، فبتحط أنت هذا الخيار. اما اذا انت حابب انك تضره وتأذيه للزلمة لا سمح الله، تمام، بامكانك تحط هون شكوى عادية طلب ازالة المحتوى. يعني هي شكوى، شوفوا شو مكتوب تحت، قد يتم فرض انذار بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر نتيجة عمليات ازالة المحتوى هذه. تمام، انه هي يعني بيبعتوا له انذار وبينضر الزلمة، هذا الانذار بيضطر بقى بعد 90 يوم لحتى يحسن يفعل الربح. فنحن ما راح نضره للزلمة، لا ضرر ولا ضرار، راح نقول له شكوى اللي هي هي انه شيل الفيديو من عندك خلال 7 ايام. تمام، هلا هون نحن بنكون حطينا هذا الخيار. هون تحت عم يقول لك منع ظهور نسخ من هذه الفيديوهات على اليوتيوب من الان فصاعدا. هي ما بنحط عليها، يعني انه انت بدك انه ما يظهر هذا الفيديو ابدا ولا من اي قناه مره تانية على اليوتيوب مره تانية من حدا، يعني حدا ينتهكه. تمام، فبامكانك انت هون تحط انه منع اي حدا ياخذ هي الفيديوهات يلي انا عم حطها عندي على القناه. هلا نحن هون شوفوا بعد ما كبسنا عليها هون عم يقول لك، حطوا لك خيار، عم يقول لك انه اقر بانني املك الحقوق الحصريه في جميع انحاء العالم لاستخدام المحتوى الذي اطلب ازالته، وافهم انه عند تحديد هذا الخيار سيظهر اسمي كمالك حقوق طبع والنشر في اشعار متعلقه، يعني الاشعارات اللي بتنبعت للناس يصير بيظهر اسمك على الاشعار اللي عم يبعت للشخص ينزل من عندك الفيديو. تمام، فنحن انت بامكانك تحط على هذا اشاره صح، بامكانك تقول له لا، فنحن حخليه لا. تمام، اي حدا بينزل من عندي بقى فيديوهات ببعث طلب انه ازاله، يزيل الفيديو خلاص عادي يعني. تمام، عندنا هون هلا رقم 4 بتحط على هدول كلهم اشاره صح، اللي هي اعتقد بحسن نيه ان استخدام الماده بطريقه تمت شكوى مشان ليس مصرحا به من مالك. تمام، معلومات الواردة عن هذا. المهم هاي شوفوا شو كاتبين هون، هاي كلهم بتحطوا عليهم إشارة صح. آخر شيء بقى هون عم يقول لك التوقيع، بتحط اسمك بالكامل. تمام، بعد ما تحط الاسم بالكامل هون هلا عندك بإمكانك تكبس هون إرسال. تمام، هنعمل له إرسال. نسياني شغلي هون، اللي عم يطلب رقم الهاتف، ثواني لحط رقم الهاتف. هلا هون بعد ما حطينا رقم الهاتف هلا بنقول له هون ارسال. تمام، احسنت، لا يلزمك اتخاذ اي اجراءات. هون عم يقولوا لي انه تم ارسال الشكوى لهذا الشخص اللي انت ارسلت له، وراح يتم ازاله الفيديو من عنده. بالاضافه بيجيك ايميل عندك على الايميل تاكيد بالطلب اللي انت قدمته. راح اورجيكم الايميل ثواني. مثل ما كن شايفين اجاني هلا انا ايميل من شركه يوتيوب انه تأكيد الاشعار بانتهاك حقوق الطبع والنشر، نشكرك على ارسال نموذج ان الشكوى التي تقدمت بها قيد المراجعة للتأكيد وصلاحي. يعني هي اكدوا لك هون انه نحن هلأ بعتنا الطلب لصاحب القناة انه يشيل من عنده الفيديو. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم فيه، وان شاء الله تكون معلومات كانت واضحة وجيدة. بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسونا من الاشتراك في القناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.